مشاهدينا الكرام، اهلا بكم من جديد في حلقة جديدة من برنامج أجندة عراقية. أجندة عراقية متعدد، أجندة سياسية وأجندة ثقافية وأجندة فنية. اليوم سوف نتكلم عن الأجندة الفنية وضيف مهم من الزمن الجميل، فنان عراقي أصيل، تابعنا معه الكثير من الأغاني وحضرنا معه الأتراح والأفراح والمسرات. رحبوا معي مشاهدينا الكرام بضيفي الفنان العراقي الجميل عادل أبطل. أهلا بك أستاذ عادل بعد غياب طويل. أهلا بك أستاذ محمد، يسعدني أن أكون باستضافتكم اليوم في قناة الحدث الفضائية الرائعة وفي جمهورية مصر العربية الحبيبة. أهلا بك، أهلا بك، سعيدين جدا بوجودك معنا. يعني ربما السؤال البديهي الذي يريد أن يسأله الجميع، إذا كان الجمهور وإذا كان نحن كعراقيين الآن نزاملك في حضورك معنا الآن، وين هاي الغيبة والابتعاد الطويل جدا عن المشاهد وعن جمهورك في العراق؟ والله صراحة لا أنا مغايب أبدا، أنا مستمر في حضوري دائما بالحفلات بالتلفزيون باللقاءات بالمهرجانات. ألف العالم كله، كل مكان يعني عندي دائما. لكن التواصل كان ربما ليس كسابقاته في البدايات. أكيد، لأنه إحنا كنا في بلدنا في العراق، دائما لاحظت كل الفنانين دائما مقرهم هو بلدهم، ومن بلدهم هم ينطلقون لكل العالم، ينتجون في بلدهم. إحنا تعرف وضعنا العراقيين، صارت ظروفنا مع العراق. أين أنت صلعة الآن؟ في أي مكان مقيم؟ أنا مقيم في أمريكا. في أمريكا صراحة، نعم. بس أكثر إقامتي في الأردن حقيقة، يعني بين الأردن وبين دبي. لكن هناك يعني هاجرت أنا لهناك من زمان يعني، والأهل والعائلة هناك، الأولاد بالجامعات هناك الحمد لله. أنا تقريبا تواجدي بين الأردن وبين دبي. طيب يعني ندخل مباشرة بالسيرة الفنية العريضة الطويلة للفنان عادل عقلة. أنت متأثرا بالفنان الكبير إلهام المدفعي وبطريقة توزيعه الأغاني التراثية، تأثرت أيضا بعمالقة كبار الفن العراقي الجميل، ناظم الغزالي، زكية جورج، صديقة الملاية، صحيح، وزهور حسين. نعم حقيقة أنا متأثر بهم فعلا. ماذا أضافوا لك هؤلاء العمالقة؟ هم القاعدة، هم الأساس. واللي عجبني بهذا الموضوع هو الأستاذ إلهام مدفعي، الله يطول بعمره. لماذا إلهام مدفعي من غير الفنانين الكثيرين العراقيين خاصة عمالقة؟ لأن كنت أنا يعني شنو أقول لك، تذوق الموسيقي حقيقة غربي. كنت أنا صغير أيام المراهقة، كنت أسمع يعني الفرق الغربية ومطربين غربيين، فكلش كان لونه قريب على قلبي يعني موضوع الغربي العراقي. طيب فتأثرت بأغانية، وبعدين درست أنا في الموسيقى في معهد فنون جميلة. وكانت رسالتي انه اقدم شيء جديد للاغنيه العراقيه بلوننا احنا وجيلنا. يعني الم يعني تشعر بالخوف في انتهاجك منهج خاص بك، يعني الهام المدفعي والوجهه الغربيه والالات الغربيه، الم يسبب لك خوف في ذلك الوقت؟ كانت هناك وضع يختلف، انت يعني معروف بستايل ولون مميز حقيقه وليست مجامله، يختلف عن جميع الفنانين حتى في زمن. كان في مجازفة، نعم، دخول بهذا اللون يعني، لكن هي مجازفة حلوة، والإنسان لازم يعني لازم يجازف بكل شيء بالحياة حتى يحصل النتيجة اللي يريدها. وهي كانت هي دخولي في هذا العالم بناء على الموجود كان في ذيك الساحة يعني من ذاك الوقت. انه كان الشباب العراقي اشوفهم انا دائما يروحون مثل، لكن ليس ابناء مثل ابناء جيلك، يعني كانوا يعني انت مختلف، لونك مختلف مميز يختلف عن الباقين. هي تجربة، لأن أنا كان أكو حضور كبير للأغنية المصرية، الأغنية اللبنانية، الخليجية تقريبا. طيب. باللون الغربي العربي، بس الأغنية العراقية كان مقتصرة على اللون الشرقي، مطربين الشرقيين، التخت الشرقي يعني، وبعض الفرق الخليجية. طيب ما دمت ذكرت التخت الشرقي نمر على هذا الموضوع، هذا موضوع مهم جدا. تخصصت أستاذ عادل بآلة البيانو والأورج. بعد تخرجك من معهد الفنون الجميلة، هل صحيح يعني صحح لي، هل صحيح كانت هذه الآلة غير معترف بها من كبار الموسيقيين الملحنين في العراق، كونها تعد آلة غربية لا تحمل سمات التخت الشرقي؟
في وقتها. لا هو الأورج معتمد في كل الفرق العراقية القديمة حتى في ذلك الزمن. في ذلك الزمن كان نعم. دائما عازف أورج موجود يعزف، لكن كانت مقتصرة على الصولو فقط. لكن أنا موضوع الأورج استخدمته استخدامات كبيرة جدا مع الكمبيوتر في ذاك الزمن، كان سابق لعصره حقيقة. وهي الإيقاعات في الأورج والتوزيع في الأورج، ويعني آلة شاملة استخدمت كل الطاقات الممكنة في هذا هاي الآلة. فلذلك طلعت بلون جديد، لون شبابي جديد، هو يعني لون الحركة، وتعرف أنت الأغاني الخفيفة السريعة العراقية. لماذا لماذا الملحنين الكبار وأسماء كبيرة لا يحبذ استخدام آلة الأورج في ذلك الوقت؟ لماذا؟ لأن هم كان لهم رأي معين؟ لا، كان هي حقيقة نوع من الاحتكار. يريدون هذا اللون اللي هم اللي يعني يعتبروه هو اللون هو الصح وكل شيء غيره غلط. لكن الحياة متعددة الأذواق، والشباب يعني مثل ما المثل القديم أحد يعني الحكماء قال: لا تربوا أولادكم على ما رباكم عليه أباكم، فلقد ولدوا لزمن غير زي زمنكم. بالضبط بالضبط، عرفت شلون؟ فكل زمن يختلف، الجيل يختلف، هذا فمع الجيل الشباب يعني اللي سويناه. بالضبط. طيب يعني أول عمل قمت به أصدرت ألبوم يحتوي على أغاني تراثية بتوزيع جديد، ألم تشعر بمخاطرة بتناولك أغاني تراثية وتوزعها من جديد؟ وكان هناك حساسية في ذلك الوقت، مراقبة يعني، لم تخف من هذا الموضوع؟ لا، لأنه الجيل الصغير الشباب يعني ما عندهم كان مثل شانس إنه يسمعون الأغاني القديمة، فلما توصل لهم إياها بالطريقة الجديدة واللون اللي يحبوا، بالعكس راح يكون حضور للأغنية التراثية عند الشباب. جميل. لذلك بالعكس انتشرت. لماذا لم يساندك يعني الكبار الملحنين في هذا الموضوع؟ يعني قالوا انتقدوك ربما على الموضوع، لكن كثير. هي وكثير كانت انتقادات كثيرة للفنان عادل عقلة، هو تناول أغاني تراثية ولكن يعني جازف بهذا الموضوع. هي خلاص، هي كل مثل ما يقولون كل بداية لها صعوباتها دائما. طيب طيب، يعني كانت أول أغنية لك باسم بنت اسمها فرح، هاي من الأغاني صح من البداية هذه. بس هي لا، مو أغنية، مو أول أغنية لي. أول أغنية أنا اللي رسميا يعني سجلتها ووزعتها كانت لا تعتبر لايك في الجرى، للشاعر الكبير كريم العراقي والحان الفنان الملحن العراقي علي سرحان. وتوزيعي كانت هذه البدايات الصراحة يعني. ويعني هي كانت الانطلاقة. هي لا تعتذر لا يقول لا تبخل علي، تذكر الأغاني بعد. أعرف أنا أعرف الأغاني الجميلة. طيب يعني هل صحيح أحد أغانيك حظيت بنجاح واسع، باتت تردد في المقاهي، تسمع في السيارات دون أن يعلم الناس من هو المطرب؟ بالبداية صح، لأن غنيت أغنية يصبرني، ما كانت إلا الأغنية صبرني. يصبرني نعم، كانت هي للفنان العراقي المبدع أبو الحنجرة الذهبية أحمد نعمة. أنا كنت كلش متأثر بيها، هو غناها ببرنامج اسمه أصوات شابة. والأغنية تأثرت بها يعني، لكن غنيتها بعد البرنامج ما طلع تقريبا بسنتين. وزعتها بأسلوبي أني، فانتشرت انتشار كبير بالعراق، وحتى قام يعني ينسبون الأغنية إلي، لكن هي مو إلي صراحة، لكن حبوها من عند الناس. إذن هي الأغنية أصلا للفنان أحمد نعم. أحمد نعمة، وغنيتها أنت حضرت. نعم، غنيت. اشتهرت هذه الأغنية كثيرا بشكل يعني، نسمعها في المقاهي، نسمعها في السيارات، كل مكان نسمعها، في كل مكان، كل لكن مكان. هم في وقتها كانوا ما يعرفون من وكان يغني بالضبط. وحتى هذا عادل عقل، الناس تقول من الكويت، ناس تقول من الخليج، ناس ما يعرفون اننا عراقي. الى ان جت الاحداث. كيف كانت مشاعرك في ذلك الوقت بانه اغنيه اخذت صدى كبير جدا في الشارع العراقي؟ ما كنت مصدق بصراحه الحقيقه يعني ما كنت مصدق. بس بعدين من طلعت ظهرت اول ظهور بالتلفزيون العراقي باغنيه لا تعتذر لا، صارت ضجه ذاك الوقت، عرفوا انه عادل عقله عراقي وشاب صغير، حتى من الاسم عادل عقله عبالهم يعني انسان كبير بالعمر، عبالهم يعني الاسم قديم او فتشيف، لكن من شافوا الستايل اللي طلعت به وكان يعني اللون الجديد، صارت يعني صارت ضجه. صارت يعني ماذا يعني يضيف لك في بداياتك كأغنية تأخذ مساحة كبيرة عند الجمهور العراقي، كفنان بداية تأخذ هذه المساحة الكبيرة جدا في الشارع العراقي، هل يعطي دفعة للفنان العراقي هو في بداياته على أن يتواصل أن يقدم الأغنية الجديدة 100%؟ احنا اشتغلنا وطلعنا بظروف، وتتذكر أخي محمد
كلها كانت يعني تذكر. في أي عام كانت؟ 89 يعني كنا خلصانين هسه 88-89 هسه مخلصين من حرب إيران، كانت حرب يعني صعبة وظروفها، فكانت انطلاقة حلوة أنه بهجة بالحياة وماكو حروب. وبعدين الظروف تذكر، فإحنا اشتغلنا بظروف صعبة جدا حقيقة يعني. طيب أنا حقيقة أريد أمر على هذا الموضوع أستاذ عادل، يعني الوضع كان في 89 يعني أنتم عاصرتوه بشكل أفضل منا، كيف تعتبر الوضع في ذلك الوقت؟ كان يعني مساعد للفنان العراقي يدعمه بفنه؟ كان جيد بصراحة. كان جيد من قبل يعني إذاعة التلفزيون، يعني سمحوا يعني فسحوا لنا المجال بعد صعوبات يعني. وبدينا نظهر للشارع العراقي، تعرف ما كان اكو فضائيات بذاك الزمن، ماكو بس التلفزيونات الرسمية. فانطلاقتنا احنا كانت هي عن طريق الكاسيت، اول مرة حضورنا احنا عن طريق السمع، الناس تسمعنا بعدين يصير تشانس ان نصور لك اغنية قبل ان تبدأ تفكر ان تسجل اغنية حتى في التلفزيون العراقي. نعم. كيف كانت البدايات لعادل عقبة قبل ان تفكر ان تسجل الاغنية؟ البداية كانت يعني الدراسة. نعم. والعمل من خلال يعني اللايف. ما كان كانت يعني هناك نشاطات في يعني اماكن معينه، حفلات طبعا بالفنادق كانت حفلات يعني بكل مكان. حفلات يعني حفلات عامه مع الجمهور مباشره. نعم. يعني في المعهد مع سنو جميله ام في يعني لا 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 برا 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 يعني العامه. نعم. بالمناسبات مثلا بالعراق مثلا. نعم. مناسبات راس السنه او شيء كله كان مع الجمهور مباشره. انت تعتبر نفسك من يا جيل؟ جيل التسعينات. التسعينات والألفين وإلى حد اليوم الحمد لله. يعني أقصد من عاصرك من الفنانين العراقيين في ذلك الوقت، يعني أنت كنت تحضر حفلات في وقتها من الفنانين المعروفين اللي كنت تعاصرهم في ذاك الزمن؟ أنا والفنان الكبير قيصر الأغنية العربية اليوم أستاذ كاظم الساهر أبو سام، كنا تقريبا طلعنا سوا أنا ذاك الفترة، وكان لون التخت الشرقي اللي هو لونه المعروف، وانا كنت اللون العراقي الغربي. نعم. اللي ظهرنا به، فكنا لونين تماما بس ظهرنا بوقت واحد تقريبا. تحيون حفلات مع بعض في نفس ال نعم في نفس حفلات كنا مع بعض في بغداد، بغداد الحبيبه. نعم. نفس المهرجانات دائما هواي التقينا به. من كان غير كاظم، غير كاظم الساهر معك في ذلك ال بعدي تقريبا بعدي بسنتين تقريبا، هم كثير. شوف الساحه الفنيه العراقيه لا تخلو. نعم. يعني الفنانين كبار في يعني اسماء كبيره، كان بعد سنتين تقريبا بدات تظهر يعني اللي كان ذاك الزمن هو اللي داعمني هو الفنان الكبير اسماعيل فروتشي بالحانه. احنا راح نجي على استاذ اسماعيل في حلقتنا، لان انا ذاكره في احد الاسئله اي يعني قبل بالضبط هو قبل ما يعني يعني هو كان من الناس اللي الموجودين والحاضرين في الحانه، وبعدين هو طلع ظهر بالغناء او التسجيل مع قائد جورج. طيب يعني انت ذكرت فناننا العزيز علي عقلة في بدايه عام 1989 اصدرت البوم لا تعتذر بتوزيع غنائي وبمصاحبة آلات الموسيقية الحديثة كالأورغ والإيقاع الكهربائي. ما شنو الإيقاع الكهربائي هذا؟ هذا الإيقاعات هذه في حينها أبو سمرة علي ريحاني. نعم. اللي كان هو جزء أساسي من العمل مالتي والفرقة مالتي. هو كان صاحب هذه الأفكار الإيقاعات الغربية الجديدة اللي هي الإلكترونية. فصار هو مزج بين أنا اللي بالأورغ وهو اللي جاب لي هاي الفكرة مالت الإيقاعات. ما كانت هذه الآلات موجودة في لا أبداً، ما حد يعرفها كان أصلاً بالعراق. يعني أنت سباق كنت في هذا من 84 بالضبط بدينا نتمرن أنا وعلي ريحان على هذا الشيء، أنه نطلع أسلوب جديد. قديمة جداً 84 طبعاً. تنزل ب كنا يعني شباب صغار بعد يعني فبدينا نشتغل احنا تقريبا من 84 الى ان ظهرت بال 89، تخيل كم سنه؟ خمس سنين نحضر. خمس سنين حتى طلعت الفكره حتى تحضر حتى تدرس هذا اللون الجديد بالعالم، دراسه كنا. طيب يعني كيف يعني شدك هذا الموضوع؟ كنت بآلات ايقاعيه كهربائيه وخطره الفكره هي الاول لون كل هذا، كنت نتابع مع الغرب انا، مع انجلترا، مع امريكا، الحديث يعني شنو الحداثه بالموضوع. نعم. من خلال المجلات الميوزيشن اسمها. ومن خلال علي كان يسافر يروح يجي، هو كان ساكن بالكويت هو. نعم. من علي؟ علي ريحان. علي ريحان. نعم. فصارت انه قلت لك هي سبحان الله يعني يعني شلون ستيب باي ستيب يعني خطوه. طيب. خطوه صارت الأول. طيب احنا راح نكمل حديثنا الشائق حقيقه وجميل معك فناننا
الجميل عادل عبدة. لكن خلينا نشوف تقرير ونرجع نكمل. مشاهدينا الكرام نشاهد هذا التقرير لفناننا الجميل عادل عبدة ولا نعود. ابقوا معنا. لمع فترة أواخر الثمانينات وبداية التسعينات، وهو من مواليد بغداد عام 1962، وترجع أصوله إلى محافظة البصرة في جنوب العراق، واسمه الكامل عادل عقلة، ويعد أول من أدخل الآلات الموسيقية الحديثة إلى الغناء العراقي، وهو من محدثي الأغنية العراقية من حيث النمط والأسلوب. عشق الغناء والموسيقى منذ صغره، وكان متأثرا جدا بالفنان العراقي الكبير إلهام المدفعي بطريقة توزيعه للأغاني التراثية، كما تأثر بعمالقة الغناء العراقي أمثال ناظم الغزالي وزكية جورج وصديق الملاية وزهور حسين. وكان يحلم دائما بأن يكون له شأن في الغناء والموسيقى، ودفع به هذا الحلم إلى الالتحاق بمعهد الفنون الجميلة ليتخرج منه بعد بضعة سنوات متخصصا بآلة البيانو والأورج، في الوقت الذي كانت فيه الآلات الأورج آلة حديثة وغير معترف بها من كبار الموسيقين والملحنين في العراق، كونها تعد آلة غربية ولا تحمل سمات التخت الشرقي. وكان أول عمل يقوم به الفنان عادل عقلة هو إصدار ألبوم يحتوي على أغاني تراثية بتوزيع جديد، حيث تضمن الألبوم العديد من الأغاني مثل أغنية فرح ويا قمر دزلي خبر من كلمات حكمة البيداري، وكانت من أولى أغنياته الخاصة يصبرني لو أدري هذا الحلو كاتني يا عمة ناذر إذا رديتي. وحظيت أغنية يصبرني بنجاح واسع، حيث باتت تردد في المقاهي والسيارات دون أن يعلم الناس من هو المطرب. ومع بداية العام 1989 أصدر الفنان عادل عقلة ألبوم غنائي حمل عنوان لا تعتذر، الذي لاقى نجاحا كبيرا بين الأوساط العراقية، حيث استطاع عادل عقلة ابتداع نمط جديد في الغناء العراقي من حيث التوزيع الغنائي وبمصاحبة الآلات الموسيقية الحديثة مثل الأورج والإيقاع الكهربائي. وباتت تردد أغانيه في الأعراس والأعياد والمناسبات، وكانت من ألمع تلك الأغاني لا تعتذر لا، قول لا تبخل علي، مو بيدي، دوس على قلبك، أقول الويل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، واللقاء الجميل مع الزمن الجميل وفناننا الجميل عادل عقلة. نكمل معكم هذا اللقاء. أهلا بك فنان الجميل عادل عقلة مرة أخرى. قبل أن نخرج إلى هذا التقرير كنا نتكلم عن كيف بدأت الفكرة لك وكيف فعلت هذه الفكرة وطبقتها على الأرض. كنت تقول لي أنه في كانت مجلات ومتابعات لغربيين مجلات موسيقية بريطانية وأمريكية، كنا نتابعها نشتريها نتابعها ونشوف شكو بيها ونحاول. ساعدك أحد على يعني في تلك الفترة على الاندماج مع هذا اللون؟ كان أكو مستشفى ابن البيطار عندنا بالعراق كلها بريطانيين هم،
فأنا كنت في فندق رشيد، كانت الفرقة مالتي يعني الفرقة الغربية كان عندي، فكان عندي علاقات يعني بهم، هم الدكاترة وهم موسيقيين بنفس الوقت. يعني دكاترة وموسيقيين بالضبط، هم عازفين كلهم. فكان يحبون الفن يجون يسمعوا لي لما أعزف أنا بيانو وهذا. فصار الخطوات صارت بها الطريقة، أنه قام يقولوا لي على الآلات، لأن احنا بالعراق كنا مقطوعين عن الخارج برا، ما حد يقدر يعني صحيح. يسافر ولا حد يقدر. هاي بيا سنة هاي؟ يعني بالبدايات هاي 85-86 قبل ما أنطلق بيها. فبدأنا نجيب الآلات من برا. يعني الآلات اشتريتوها من برا؟ كلها يعني من الخارج، ما قبل العراق يعني. كان هاي الآلات الحديثة. شنو الآلات اللي أخذتوها يعني اشتريتوها؟ هي الدرامز الإلكتروني، الكيبوردات، الأورجنات الحديثة، كل شيء كنا نجيبه من برا، كل شيء. تأثرت بأجانب يعني فنانين أجانب؟ أي طبعا. نفس اللون هذا يعني قريب للون عادل عقلة؟ هو اللاتين ميوزك، الموسيقى اللاتينية هي اللي قريبة على قلبي كانت يعني. كانت هناك أسماء معينة كارلوس سانتانا 85 في الأربعة، كارلوس سانتانا، بوب مارلي، ستيف وندر، هذول كلهم يعني كنت متأثر بيهم. فرقة البي جيز كنت كلش متأثر بيها أنا يعني. طيب ما دمنا ذكرنا أستاذ عادل الألبومات العراقية، و يعني موضوع الألبوم مهم جدا حقيقة، نتكلم عن شركات الإنتاج. نعم. شركات الإنتاج موضوع مهم جدا للفنان العراقي. يعني كيف كانت شركات الإنتاج تتبنى الفنان العراقي، وما هي الشركات التي كانت تساعده في ذلك الوقت في زمنكم؟ بالعراق ما كان أكبر في شركات إنتاج، ما أكبر شركة نهائيا أبدا، كله جهد شخصي من عندنا إحنا يعني. كنا ننتج ونسجل وهذا. كيف يعني كيف تنتج وكيف تسجل وكيف؟ كنا نتعامل مع الشعراء الملحنين يعني، نأخذ الحان وكنا نشتريها يعني، وبعدين التسجيل والتوزيع أنا كنت أسوي، لأن أنا أعزف وهذا ومع العازفين معي يعني كان معي هلال جميل من أحسن الموزعين هو حقيقة يعني. كنا نوزع أنا وهلال وغزوان القيسي من الفرقة مالتي يعني. والتسجيل كان عندي استوديو، أنا مؤسس استوديو عندي بالبيت. بالبيت بيتك؟ نعم. استوديو في بغداد يعني. استوديو بسيط بس النتائج مالته كانت جميلة في ذاك الزمن. يعني أريد أفهم إنه يعني تخابر الملحن وتخابر الشاعر تلتقون بالبيت يعني وتسجلون؟ لا لا لا، اللحن أخذ يعني كم يعني نشوف، أنا أقعد مع الشاعر الملحن نشوف وين بأي مكان وأسمع الألحان. لما نحب لحن أسجله على كاسيت أول مرة، تسجيل عادي، بعدين أخذ الفكرة وأوزعها حتى كان الملحن من يسمع اللحن اللي أنا أسويه يتفاجأ إنه شنو الطريقة اللي طلع بيها. ما كان يصدق إنه هذا اللحن ما تصار بهالطريقة هاي. يعني طيب يعني موضوع الكاسيت أستاذ عادل، يعني أنت لما تسجل طيب كيف توزعه، كيف تبيعه؟ يعني أنت تقول ماكو شركات إنتاج؟ إيه ماكو كانت شركة ولا أي شركة إنتاج. إحنا أبدا، إحنا كانت محلات التسجيل هي اللي تستفاد، ننطيها الكاسيت بس للانتشار. شلون يعني شلون تستفاد؟ يعني هم يستفادون يطبعون يبيعون الفلوس لهم مو انه. زين انت الكاسيت يعني اذا سجلت اغنية واحدة فقط، ان تسجل عدة اغاني في كاسيت وتسلم المحل او التسجيلات يعني محل التسجيلات، وشون يعني طريقة البيع طريقة يبيعون هم يستفادون، احنا ماكو، بس مجرد الشهرة يعني الانتشار بين الناس. بال 89 يعني فلوس ماكو؟ لا 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 صدقني هاي الحقيقة، صدقني يعني. بال 89 صارت فرصة أنا عندي بشركة كويتية اسمها السلسلة الذهبية عن طريق علي ريحان، لأن هو كان عايش بالكويت. فانطاهم الكاسيت وهم طبعوه، فبدأ الانتشار الخليجي. طيب خلينا بالعراق سأل على قبل أن نروح للكويت. يعني أنا موضوع حقيقة الموضوع غريب، أنه أنا أسجل فنان عراقي يبذل جهد كبير ويلحن ويوزع ويأخذ كلمات من الشاعر ويلتقي مع الملحن ويجتمع حتى يطلع أغنية أو يطلع أغنيتين ثلاث، بعدين ينطيها لأبو التسجيلات أو التسجيلات يأخذها يطلعها جاهز. صدقني هاي الحقيقة، وما في أي فلوس أبدا. يعني هسه الفنانين العراقيين لما طلعوا برا العراق يعني أكثرهم هسه يعني الفنان الكبير كاظم الساهر ولا الباقيين يعني كلهم التزمتهم شركات كبيرة مثل روتانا، هو هذا صار ذاك الوقت صار المكسب الكبير والإنتاج هم روتانا اللي تصور وتسجل ويعني. فصار هو حتى يعني فنان الكبير كاظم ساهر تحية كبيرة له، يعني هو كان يتكلم كثيرا حقيقة عن موضوع الصعوبات في بداية الفنان العراقي حتى في مشواره الفني الشخصي. تكلم عن هذا الموضوع، لكن أنا حقيقة ما كنت أتخيل أنه الفنان العراقي يعني يعمل لحن ويجيب الكلمات ويسجلها خاصة بجهود شخصية من عادل عقلة ويجتمع يعمل العمل وبالأخير
يروح للتسجيلات او التسجيلات يبيعها اكيد يعني 100%. يعني الهدف فقط الشهره في البدايه بالضبط وليست ماكو. احنا بعدين لما طلعنا للاردن هي المحطه كانت الاولى للفنان العراقي يطلع من العراق للاردن كان. بس استاذ عادل بس الفلوس مهمه للفنان. نعم. تعرف نعم. جدا مهمه. صحيح. خاصه في بدايه يعني انا عندما اسجل اغنيه اذا كانت في البدايه الاغنيه راحت التسجيلات وباعها بالتسجيلات لكن بعد الفلوس مهمه انه مظهر الفنان علاقات الفنان. 100%. الفلوس كانت من الحفلات فقط الحفلات. نعم. يعني كانت بداية من محل التسجيلات. متى موضوع يعني متى بدأت خطوة الحفلات بعد هذه البداية تسجيلات لا يعني أنا كعادل نعم أنا الحفلات من زمان لأن كان عندي بال 79 80 كنت بعد عمري 15 16 سنة كان عندي فرقة غربية فأنا مستمر بهذا الأمر. نعم. بعمل الحفلات. نعم. يعني قبل ما أشتهر. نعم. وكان عندي فرقة اسمها دريمز باند في فندق الرشيد كانت هذه من اعظم الفرق الغربيه. جميل. العراقيه يعني. جميل. كانت اشتغلنا سنين يعني فانا باب العمل مستمر من انا صغير يعني. فالحقيقه كنت احط من جيبي على الفن اكثر ما اخذ من عنده. هاي حقائق ما حد يعرفها يعني. لا احنا لازم نعرفها حقيقه. نعم. لمحبيك ومتابعيك وشيء اشياء جميله حقيقه الحمد لله تحسب للفنان العراقي. نعم. يعني اذا كان فنان حريص جدا بهذه الدرجة كعادل عقلة على فنه وعلى توزيع اللحن وعلى أن يخرج بأغنية جميلة. أستاذ محمد أكون نقطة أقول فيها ولا أقاطعك يعني. حتى الفيديو كليبات اللي صورتها في العراق يعني ما عدا كم وحدة كانت بالإذاعة والتلفزيون مثل لا تعتذر لا وقول لا تبخل علي يروح وش بقى عندي شذني ثلاثة بس الغيرهم كله كان جهد شخصي. الفيديو كليب كله يعني احنا عجيب. نعم ما كل كل جوز كله كله ابدا تنطي المخرج المصورين الكادر التصوير. طيب. كله يعني طيب فهمني هذه النقطة. الفنانين اللي في المعاصرين في وقتها كانوا الجميع ينتهجون هذا المنهج كان يعني كيف كانت أكثرهم حسيتها؟ أكثرهم كانوا يعني اللي مثل قبلي الفنانين كان التصوير ما هم إذاعة التلفزيون استديوهات إذاعة التلفزيون فكان يعني نستطيع أن نقول بأن المنفذ الوحيد للفنان العراقي في ذلك الوقت هو إذاعة التلفزيون فقط. نعم. يعني بس إذا نعم بس احنا طلعت ثاني إذاعة التلفزيون بس ثلاث أغاني صورت إياهم بس والباقي كله برا خارجي الشركات كانت شركات يعني شباب. طيب كيف يصير تعامل مع إذاعة التلفزيون العراقي في ذلك الوقت؟ تنتج الأغنية يعني؟ تكملها وتجي تعطيهم إياها هدية لإذاعة التلفزيون يبثوها بس أيضا ببلاش. نعم. هذا اللي صار. طيب ما دمنا احنا عرجنا على موضوع الفرق. نعم. وكانت فرقتك من وكانت لك بدايات 15 سنة و16 سنة. نعم. وفرقتك كانت معروفة لها بصمة في الشارع العراقي. عاصرت فرق أخرى في ذلك الوقت أم كانت فرقة عادل عقلة الوحيدة في ذلك الوقت؟ كفرق غربية؟ نعم. لا هواية فرق كانت أكبر. كانت معك في نعم هواية فرق. نعم. كانت فرقة اسمها ستورمز ويعني كانت فرقة لماذا لم تنجح الفرق الأخرى؟ كانت فرقة عادل عقلة لا كلها كانت تميزة. كلها كان نسمع حقيقة البصمة الوحيدة التي بقت في ذهن المتابع العراقي والمتذوق العراقي عادل عقلة حقيقة. لا عادل عقلة لما طلعت لوحدي بس أيام الفرق كنا فرق يعني هذا شكلك هذا فرقة دريمز باند وكانت أكو فرق متعددة بس كان كل الشغل غربي أكثر بس بعد الفترة هذه مثل الفرقة الغربية يعني كانت تكون الفرقة الخليجية مشهورة بالشارع العراقي يعني كلش يعني في ذلك الوقت اي نعم وهم شفتها يعني من خليجية يعني من فرقة الدانة العراقية دول خليجية ام لا 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 الفرقة الخليجية بغداد كان اسمها الفرقة الخليجية نعم نعم فرقة الدانة العراقية فرقة فرح فرقة اللي اتذكرهم يعني بس اشهرها هي فرقة الدانة العراقية يعني حتى دخلت في فرقة الدانة العراقية بقيت ثلاث اشهر من خلالهم شفت الشارع العراقي شيء يحب وشيء يريد. حلو. لما شفت تعرف انا كله غربي كنت. عرفت شنو اللون العراقي ومع الفنان اسماعيل فروشي كان هو ملحن وكاتب طلعت جميل. احنا اكيد راح نمر على الفنان الجميل اسماعيل فروشي لكن قبل ان نمر على الفنان اسماعيل يعني غنيته بالغربي اغاني اجنبيه في ذلك الوقت؟ انا كنت اغني كله غربي. كنت اغني نعم كثير يعني فرقة دريمز باند لا كنا نغني اغاني عراقيه تراثيه بس الاساسي هو كان الغربي اغاني غربيه كلها مشهوره. شلون الشارع العراقي استقبل هذا الموضوع انه اغاني اجنبيه؟ النوادي كانت عندنا نادي الصيد نادي العلويه نادي المنصور وكانت الامسيات يعني جو عادي مثل ما موجود هسه بمصر ولبنان كله غربي يعني مطعم غربي وشرقي الهام مدفعي
الهام مدفعي كان الأستاذ الهام مدفعي أيام زمانة يعني مو بس عراقي كان يغني إلى حد الآن فنان نعم تحياتنا فنان كبير. كانت هناك أغاني يعني من تأليف عادل عقلة غربية أم لا 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 فقط لا لا, لا, لا الأغاني العالمية المشهورة إحنا اللي نغنيها والناس تحب تسمعها من الغرب. من كانت أقرب الأغاني لقلب عادل عقلة الغربية في وقتها تحب أن تغنيها بكل حفلة الغربية في ذلك الوقت؟ أكو أغنية البيجيز كان اسمها How Deep Is Your Love عاشت أموت عليها طبعا أغنيها و Strangers in the Night يعني بالضبط والبيتلز كنا نغني لهم وهو Yesterday يعني كثير من الأغاني اللي بالي هسه. طيب لم يتعود حقيقة إنه الجمهور العراقي يسمع عادل عقلة يغني بالغربي، لماذا لم تسجل يعني فيديو كليب لأغنية غربية تحب أن لا وترهم كانت في الحفلات فقط يعني بس يعني نسجل أغنية فيديو كليب ما لها يعني لكن الأغاني اللي إحنا مالتنا يعني عراقية اللي نسجلها لكن غربية هاي بالأيام الغربي يعني وحفلات فقط يعني بس كفرقة. طيب الفرقة يعني لا أنسى أن أذكر أعضاء الفرقة، أنت من شهرة عادل عقلة تابع الجمهور العراقي وحتى عرف أسماء أعضاء الفرقة اللي معاك. نعم. الفرقة أنا حقيقة أنا ما أعرف الأسماء، أتمنى أن تعرفنا بهم الآن، لكن الولد أبو الدرامز أي الولد هي شو أسماء الفرقة الأساسية؟ علي ريحان. نعم. هو من الأردن. يعني كلهم عراقيين صح؟ لا علي ريحان هو أردني. أردني. نعم. بس كان يشوفه بالكليبات مال عادل. أي كان عايش تقريبا بالعراق يعني بين الكويت وبين العراق، مولود بالكويت بس هو أصله أردني. نعم. كان مولود بالكويت وجاب الأربعة ثمان للعراق وتعرفت عليه وصرنا هو حول تقريبا بالعراق قاعد يعني. وبقيته سوي. وبقينا سوا نعم إلى حد اليوم هو حاليا بالأردن. تحية لعلي ريحان. تحية إلى. أي والله. وعندك هلال جميل هذا عازف كيبورد خطير جدا يعني من أحسن الموزعين العازفين من الأساسيين عندي. غزوان قيسي في أستراليا حاليا. هلال في هولندا. كل واحد صار بديرة تجتمعون ندير البشير بأمريكا حاليا يعني هم كان من الكورس يعني مرد يعني يرد بالكورس عندي إيقاعات لايف هم يعزف تجتمعون يعني بين الفترة والأخرى تقدمون أغاني ما زلتم مع بعض يعني مرات مثلا علي يعزف فيها بالحفلات يعني قلت لك يعني أنا ألف بالعالم علي هو ثابت بالأردن وصعب موضوع الفيزا صعبة يعني مال التنقل يعني فمن أجي بالأردن يعزف ويا علي مثل الأستاذ أنس غانم حداد من أحسن عازفين أورغن هذا عضو من أعضاء الفرقة مالتي. عندك سيفان فارتان عازف كيبورد معايا يعني كردي؟ لا أرمني عراقي أرمني نعم. يعني هم هذول الأساسيين عندي بالفرقة عازفين صراحة. طيب نعود على المجازفة الخطيرة وحقيقة تحسب لعادل عقلة وكانت مخاطرة لكن هي جميلة بقت في أذهان الشارع العراقي ومتذوقي الفن عادل عقلة، هي إعادة توزيع أغاني تراثية بشكل جديد وكانت مغامرة بالنسبة لعادل عقلة. وجهت إليك حقيقة اتهامات كثيرة ظلت تلاحقك يعني بتشويه الموروث العراقي بسبب تقديمك أغاني سريعة. لماذا ظلوا يلاحقونك بهذا الموضوع مع أنه الموضوع نجح كبير وناس حبته يعني بذلك الوقت بصراحة؟ هو الانتقاد بصراحة موجود دائما في كل زمان ولكل إنسان. كل إنسان ناجح ينجح في باب معين وعمل معين ينتقد ودائما أكل مهاجمين معروفة يعني حتى حضرتك يعني أنت كمذيع يعني متأكد أني 100 واحد حواليك ينتقدوك يعني مار بهذا الموضوع صحيح. احنا نقول دائما البقاء يعني النجاح يعني أسست مدرسة تقريبا أعتبرها مدرسة يعني مدرسة الكيبوردات والبيانو والموسيقى الغربية امتدادا للهام مدفعي هذا اللي اعتبره يعني من التسعينات إلى حد اليوم حتى مطلعت كاسيتي سنة 92 اللي غنيت بحيرة والشرق من عيونك سميت عادل 2000 استغربوا من هذا الاسم قلت لهم لين هذا الأسلوب أتوقع رح يوصل لل 2000 سنة 2000 اللي فاتت تخيل وما بعد ال 2000 وفعلا لحد اليوم كل الأغاني مالت اليوم الحاضرة هي على هذا الأسلوب وهذا اللون. الشجرة المثمرة تلقى بالحجارة دائما صح. من كان يساعد عادل عقلة يثني علي يتابع عادل عقلة؟ الجمهور الحبيب فقط. نعم هذا هو الأساس. ماكو فنان يعني لو ما الجمهور ما يستمر ولا يبقى أبدا وإلى حد الأغاني هو الداعم إلي والمحب والمشجع هو الجمهور.
يعني طريق الفن صعب سيد عادل. نعم جدا مليء بالأشواه. متعب. متعب جدا. نعم نعم حقيقة. يعني وجب على الفنان دائما أن تكون له علاقات طيبة مع الشركات الفنية. نعم. مع الحاضر الغنائي المشهد الموجود. صحيح. كيف علاقاتك مع الفنانين الآخرين العراقيين مع الفنانين العرب؟ الحقيقة مو كبيرة، لأنه الفرص يعني اليوم أكثر الفنانين هم كل من ملتقي في عالمه. يعني صدفة يعني مثلا مرة أخبر على فنان عراقي قريب مني السلام عليكم مثلا فلان، بس العرب صعبة يعني بس لما تلتقي بالحفلات يعني. مثلا التقيت مرة بالفنان اللبناني الكبير راغب علامة في مهرجان في كندا. التقيت به مرة، ومرة التقيت بفنانين يعني مثل بالخليج بالإمارات التقيت. يعني فتصير هي الصدف يعني لكن كتواصل لا. فنان عراقي، فنان عراقي لا دائما نلتقي نلتقي مع بعض يعني. من أكثر فنان تلتقي معه حاليا يعني؟ فنان عراقيين يعني الآن دائما حاليا الأستاذ إسماعيل فروتشي. نعم. رائد جورج. طيب. الفنان علي بدر دائما لقاء معه. أني أستاذ نصرة البدر من أروح البغداد ألتقي بيهم. يعني دائما نحن بالتقاء مستمر. طيب. يعني تعاملت مع العديد من الملحنين أبرزهم فنان الجميل إسماعيل الفروتشي. نعم. قدم لك عدد كبير من الأغاني. وعلي سرحان. لاقت نجاحا جماهيريا كبيرا. أنا أحج على الملحنين الباقين الآخرين، لكن مع إسماعيل الفروتشي عادل أقضى له خصوصية. نعم. بالإضافة إلى أنيس محمد، علي سرحان، صباح الخيار. صحيح. صح الكلام هذا؟ صحيح 100%. لكن إسماعيل الفروتشي لك معه خصوصية. نعم حقيقة. لماذا؟ لأنه روحيته بالتلحين كلش كانت قريبة على قلبي. فحسيت أنه الألحان مالته من أوزعها وأغنيها أكو تقارب كبير. فلذلك نجحت. ما هو العمل الفني هو نتيجة عوامل. طيب. تجتمع مع بعض الكلمة واللحن، واللحن واللون والطريقة وكل شيء يعني. فهي كانت أقرب شيء إلى ألحان إسماعيل فروتشي. ما زلت مع إسماعيل فروتشي؟ نعم. تلتقي به؟ نلتقي به. نعم نعم. من أعز أصدقائي. تحياتنا أيضا لفنان جميل. نعم. إسماعيل الفروتشي، أتمنى له السلامة والخير إن شاء الله والتوفيق دائم. كيف تجد اللحن الغنائي الآن والملحنين سيد عادل اليوم؟ أي بصراحة. بصراحة هو أكو أصوات تجنن. يعني أصوات جميلة. نعم أصوات جميلة. يعني قصدك الألحان مو حلوة مثلا؟ الألحان أكو بداعة. بس مرات اعتراض يعني على مواضيع الأغنية، لأنه إحنا يعني من دراستنا مع حكيم جميلة الأغنية هي هدف بيها. وموجه دائما للشباب الصغار. نعم. لأن أكثر اللي يسمعون هم الشباب الصغار. طيب. فالهدف يكون هو يعني هدف سامي يكون. يعني إحنا الكلمة الحب الكذا أكو مرات بعض الكلام يوصل له رقي في الكلمه. نحن نحاول نرتقي في الحياه. نعم. نرتقي الى نعم. الى الاعلى في الكلمه، في اللحن، في الاسلوب. هل هل, هل تعتبر نفسكم يعني الان انتم النخبه تريد ان ترتقي بالفن العراقي و يعني حتى لا يعني لا يشوه الفن العراقي، تعتبر نفسك النخبه من الفنانين الذين يرتقي بالفن العراقي؟ عن نفسي بلحن والكلام وحتى عن نفسي اني يعني انا اعتبرها مسؤوليه كبيره. نعم. في اختيار الاغنيه، اختيار الكلمه. فاعتراضي انا على سالتني على اليوم بعض المطربين لما يختارون بعض الكلمات الصعبه شويه يعني احس يعني مثل يا لا ما اقدر يعني، بس اكيد معروفه لدى الشارع العراقي يعني من يسمون بعض الكلمات يعني شويه صعبه حقيقه يعني. اذا وجدتك اغنيه سمعتها كلمات كثير كثير من الاغاني كلها ما اقدر يعني ما اقدر اقولها حقيقه يعني، بس طيب. يعني هي انت فهمتني يعني. طيب تعاونت ايضا يعني اذا مرينا على اللحن لازم نمر على الشعراء يعني. نعم. حتى انا نبخس حقهم حقيقه. نعم. تعاونت مع الكثير من الشعراء ابرزهم كاظم قاطع. صحح لي اذا كاظم قاطع اسماعيل قاطع رحمه الله عليه الله يرحمه، وحسن الخزاعي كريم العراقي، وحسين الكناني والاستاذ كريم العراقي. نعم استاذ كريم العراقي. نختمها ختامنا الجميل بفناننا وشاعرنا الجميل. نعم. كريم العراقي كلهم استاذ محمد المحاويلي.
حسن خزاعي، يعني الكل هم من اعظم شعراء العراق، والاستاذ ضياء الميالي تعاملت وياه. طيب هذا الكل، استاذ حازم ضياء جابر الجديد، ضياء الميالي واستاذ حازم جابر بالفتره الاخيره. الاخير لكن نتكلم عن العشرين سنه الماضيه. نعم كان ابرز الشعراء هؤلاء حسن كناني والعفو الخزاعي والله يرحمه اسماعيل كاظم قاطع وكريم العراقي. كريم العراقي يعني ولا يهونون شعراء الباقيين، لكن هو يمكن التميز والمميز هو كريم العراقي. ماذا قدم لك كريم العراقي من الآن؟ كريم العراقي هو تربطني بعلاقة يعني أخوية وروحية وكل شيء تقدر تقوله، وكلامه جدا يعني أنا أحبه. من الكلمات الأغاني اللي نشحت عندي من أستاذ كريم العراقي، أسميك المحبة وإيد أسميك، لا تعتذر لا، لو عزف لحن الشوبي، كثير من الأغاني يعني هذه أبرزها، يعني هي اللي اللي اللي, اللي لم تجرب أن تكتب وتغني؟ حقيقة لا، يعني بنيتي يا فرح يعني اللي يعني كتبتها بوقتها حلوة. أي يعني كانت هي اللي قلت لك عليها بالبداية. نعم كانت هي حدث، هي اللي بنت عمرها 8 سنين، لها قصة يعني. اي لها قصة. نعم عمرها 8 سنين، اخت صديقة. والله جميل يعني. انا سمعتها على فكرة يعني. سمعتها وكانت جميلة بالضبط. فروحها يعني. مشعر السرح يوم ضحكة يوم وجه المرح يوم مخدود تفاحة يوم اشمح الاصبحة، يعني كانت هي رفع لمعنويات طفلة قريئة 8 سنين عمرها. وانا جميله بالضبط جميله. واحنا كنا نهتم بالطفل، حتى كنت اعمل حفلات الاطفال يعني. لا لا كان ينتقدوني على هذا الشيء على فكره ايضا، الغير محبين غير محبين اللي يصطادون بالماء العكر. طيب. شنو حفلات اطفال ما اطفال. طيب. بينما طيب. هو الطفل هو اهم شيء في حياتنا اكيد. طيب. انت الفنان العربي الاول الذي يغني ويعزف آلة الاورج بمصاحبه اعضاء فرقته. نعم. صح صحيح. يعني لم يكن الى حد اليوم انا ما اطلع حفله اذا مو اقود الفرقه بالاورج واصابعي العشره. نعم كنترول كله عندي، الفرقة تكون أحيانا توصل لحد 10 نفرات. بس الشغل يمك عندي. نعم الاحتكار كله يمك. مو احتكار وإنما هي توزيع. نعم شلون نوزع بالاستديو. طيب. بالمسرح نفس الشيء. هل 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 صحيح لم يستطع أحد منافستك على العزف في آلة البيانو سوى شخص واحد هو الموسيقار العزيز رائد جورج؟ لا شوف أنا كنت من المتميزين والأقوياء بفضل الله تعالى. لكن كثير من عازفين الخطر الموجودين. هذا تواضع منك. لا لا حقيقة أحكي والله. يعني عازفين كلهم أقوياء العراقيين يعني. من متميزين. من في بالك هيك؟ يعني من مثري يعني أستاذ رائد جورج هذا رقم واحد بالعراق. ما عدا نعم فنان. إلى الجميل من أقوى العازفين العراقيين. نعم. بالأورج والبيانو. غزلان نفس حقهم يعني. أبداً. أنس غانم حداد من أخطر العازفين العراقيين. هو ابن الأستاذ. يعني غانم حداد. نعم. ابو فرقه يعني الخماسي الفنون. طيب. الجميله. زين وعندك ماسيس فارتان سيفان فارتان عازفين وغيرهم وكثير. علي الشيخلي من احسن العازفين والموزعين. طيب. عندك شو اسمه الاستاذ حسام كامري اليوم ما شاء الله غناء وعزفا وتوزيعا من اقوى العازفين. طيب. يعني شعدد لك حتى نستغل الوقت المتبقي او الدقائق. نعم. المتبقيه والوقت يمر حقيقه بسرعه لانه بوجودك استاذ عادل. على المستوى العراقي شهرتك كانت كبيره جدا في عام 93 مستوى العراق. نعم. من لا يعرف عادل عقبه الجميع. 93 هل صحيح بان نفاذك للعربيه يعني الى العالم العربي هو بسبب اغنيه بس اريدك نقلتك نقله نوعيه؟ لا صح حاير الشوق بين عيونك. يعني حاير الشوق بين عيونك هي اللي نقلتك للعربي. نعم. مو بس اريدك ترضى عني. لا لا بس اريدك ترضى عني. نعم انحبت ويعني انحبت بس مو مثل حاير الشوق بين عيونك اللي حد اليوم من 92 غنيتها وهي. للفنان العراقي هو صاحبها يعني ملحنها الاستاذ صباح الخياط. نعم. انا غنيتها باسلوبي طبعا يعني وزعتها بطريقه الريجي. واللي وزع ليها هلال جميل وانا وياه وزعناها يعني. فطلعت واسلوبها الى حد قبل سنتين تقريبا بلبنان غنوها نفس الاسلوب اللي سويته بال 92. نعم. والى حد الان الحمد لله كثير طلعوا وغنوا وقالوا واحد هذا يقول لي وهذا يقول لي. هي فعليا هي اغنيه الاستاذ صباح الخياط وانا استاذنته واخذتها من عنده. بعد اذنه وحكيت وياه واخذتها ببيت غزوان القيسي هذا حقيقه يعني دائما اقولها. نعم. والى حد اليوم الناس كلها تقول عادل عقله هو اغنيه حايره. طيب. بعد
صباح الخياط. بعد صباح الخياط. طيب هل يعني هذا موضوع مهم جدا حقيقة أستاذ عادل، هل كانت هناك ضغوطات كبيرة من شخصية سياسية على الفنان العراقي؟ أرجو أن توضح هذا الموضوع. هذا الموضوع حصل فيه لغط كبير وكلام كثير حقيقة. ليس بشخص عادل أقضى فقط، لكن بشخص العديد من الفنانين العراقيين. نعم، هذا حقيقة واحد ما يقدر ينكر. يعني أتمنى أن توضح لي هذه النقطة. يعني بوضعنا بالعراق كان إحنا تعرف إحنا من حرب إلى حرب، والسياسة هي اللي مسيطرة بالعراق على كل شيء، يعني على الفن وعلى الرياضة وعلى الإعلام وعلى نعم كانت تكون ضغوطات كثيرة. يعني حقيقة احنا ما اشتغلنا واحنا مرتاحين مثل ما بمصر ولا بلبنان، والفنان دائما عند الحرية المطلقة للإنتاج وكل شيء. فلذلك تشوف الفنان العراقي يعني داخل العراق كان مضغوط كثير، لكن لما طلع برا العراق بدأ الانتشار والانطلاق بس هذا جوابي بس. هناك عمر افتراضي للفنان؟ أبدا، الفنان إلى آخر يوم بعمره إذا الله منطي الصحة والعافية والقوة وعنده قابلية على الإنتاج يستمر ما يوقف أبدا. ما هو ألبومك الأخير؟ أغني سينجلز يعني مفردات، مثل أغنية حبيبي وين غير مالك رجع، هسه آخر أغنية غنيتها قبل 6 أشهر صورتها يعني، ولا يعني توزعت وتسجلت، وقبلها مثل أغنية عمي، وعندي أغاني مستمر. طيب. طيب. بها كم تكلف الأغنية تصوير؟ شوف هذا يعني الأرقام تقريبا. هالفنان العراقي يعني يموت وما يسجل، ما يقدر أصلا، هي صعبة، هي غالية، ما يقدر يطلع بألبوم. يعني ما قلت لك أنا مثل فنانين كبار العراقيين لو ما غالي. شركات إنتاج الكبيرة اللي تنتج لهم وتصرف لهم يعني على مستوى الشخصي صعب. لا نتكلم عن الفنان العراقيين الكبار، نتكلم عن الفنان اللي بدأ بداياته حلوة ويريد يخرج. بيش الأغنية تسجل؟ أسعار مختلفة تقريبا، يعني تبدأ من 10,000 دولار إلى توصل 25,000 دولار ممكن الأغنية. بين إنتاج بين التسجيل بين التصوير وممكن أكثر حسب الكادر وحسب التصوير وحسب. صعبة، هي شغلة صعبة جدا. الألبوم بيش كصوت يعني كصوت وموسيقى بدون تصوير يعني؟ لا كامل يعني هو التصوير. نعم. ممكن تختار أغنية من الألبوم أو أغنيتين، لكن كتسجيل اليوم تقريبا يكلف 40,000-50,000 دولار إذا تسجل لك 12 أغنية كاملة. نعم، بال50,000 دولار بالضبط. مين يجيب خاصة الشباب الآن؟ يعني كيف تجد شباب اليوم في يعني؟ الله يذكره بالخير أخونا حبيبنا الفنان العراقي، تحية إلى القاسم السلطان، ما عنده مين يجيب. يعني سبحان الله، يعني بعد كل واحد وظروفه. الشركات جديدة عراقية الآن تتبنى فنان عراقي. نعم، نصرت له دور حقيقة، حتى نتكلم رجل له دور في أستاذ نصرت البدر. نعم، إلى اليوم إلى بصمة كبيرة حتى رأفت يعني. هم فريق، هم يعني هم أخوان في. أنا لازم أتكلم عنهم لأنهم دور في انضمام شباب كثير الآن يخرج أصوات. أوجه لهم تحية من خلال برنامجكم وقناتكم، الأستاذ نصرت البدر وأستاذ رأفت البدر، لهم بصمة كبيرة في الأغنية العراقية اليوم في تبني في طيب. في نعم تبني الفنانين وخاصة المطرب. نعم نعم في بداياته. نعم نعم، صراحة أنا أحييهم يعني على أسلوبهم وطريقتهم وإخراجهم وكل شيء، كل شيء حلو عندهم. طيب محمود محضر لنا أغنية للختام حتى نختم مع أستاذ عادل. طيب كلمة أخيرة تحب توجهها إلى جمهورك، توجهها إلى محبيك، تفضل. الكلمة الأخيرة حقيقة إنه من كل قلبي، لأنه إحنا الظروف السياسية وأنتوا قناة يعني سياسية حقيقة. الظروف السياسية صعبة في المنطقة العربية كليتها. أحيي الجمهور العربي في كل مكان في الوطن العربي. نعم. ابتداء من جمهورية مصر العربية وإلى بلدي الحبيب العراق، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تتغير النفوس ويعم السلام والأمن والأمان على بلادنا العربية. هذه الكلمة الأخيرة. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله. فناننا الجميل من زمننا الجميل، زمن العمالقة والبصمات الجميلة التي لن تفارق حقيقة، والله لن تفارق ذهن المواطن العراقي والمتذوق العراقي لهذا الفن الجميل. عادل أقضى، شكرا، سعيد جدا بوجودك معي في أجندة عراقية. أنا شاكر لكم. شكرا جزيلا. شكرا شكرا كرام، أشكركم أنتم أيضا، أتمنى لكم الصحة والعافية، ونلتقي دائما في أجندة جديدة إذا كانت سياسية، فنية، ثقافية. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.